حصلنا على الأراضي الإيطالية، صرنا قريبين من المياه الإقليمية الإيطالية. بيجي علينا غفر السواحل للاتحاد الأوروبي ليأخذنا، وشوي بتيجي باخرة اللي نحن فيها هلأ. الدورة الأوروبي ما طلعنا، طلعونا بالباخرة. نتفاجأ إنه بهاي الباخرة وتسألناه نحن هلأ دوان يخدينا بيفوتونا على إيطاليا. وعز نتفاجأ إنه هن يجيبونا على اليونان ما يجيبونا على إيطاليا. واليونان يا شباب يا علم، اليونان ما أبرت اللاجئين، ما بتخلي حدا يجي بخير وسلامة إلا تقتلوا بتركبوا بالبحر بتغرقوا مع أسلحة ومع أسلحة ومع أسلحة طلعوا أسلحة.